معنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس، كيف كانت نهاية هذا النهار وليل هذا النهار الذي كان حاميا في الخرطوم اليوم؟ كارولينا، بالفعل نهار حام هنا في الخرطوم، ما زالت الأحداث مستمرة خاصة على مستوى إطلاق الغاز المسيل للدموع في بعض مناطق محيط وسط العاصمة السودانية. هناك اشتباكات ما زالت جارية بين بعض المحتجين والشرطة السودانية. طبعا مصادر عليا كشفت لسكاي نيوز عربية عن توقيف نحو 200 من منسوبي النظام السابق. على حد قول هذه المصادر كانوا يخططون لأعمال فوضى وتخريب أثناء هذه الاحتجاجات. سكاي نيوز عربية رصدت انتشارا واسعا لقوات الجيش والشرطة في محيط القصر الرئاسي وكذلك القيادة العامة للجيش السوداني. بكل تأكيد الدعوات صدرت من جهات متعددة مختلفة حتى أيديولوجيا، لهذا كان الميدان واحدا لكن الأهداف مختلفة، من إسقاط النظام الانتقالي أو السلطة الانتقالية برمتها إلى تصحيح مسارها إلى إسقاط الحكومة الانتقالية التنفيذية طبعا. لكن بعض المحللين يرون كارولينا أن يعني الكثيرين من السودانيين أحجموا عن المشاركة للخشية من الفوضى وأعمال النهب والسلب والتحطيم وما إلى ذلك، إضافة إلى أن هناك آمالا يعلقها قطاع من السودانيين على إجراءات اقتصادية خاصة بعد دخول السودان نقطة القرار في مبادرة الدول المثقلة بالديون أمس والتي أعلن عنها رئيس الوزراء. وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم وصف هذه الخطوة بأنها ستفتح وتعبد الطريق أمام منح وقروض ميسرة لبلاده. دعينا نتابع هذا التقرير عن هذا الجانب. الآفاق الاقتصادية تنفتح أمام السودان على حد تعبير كبار مسؤوليه بعد دخول البلاد مرحلة نقطة القرار في مبادرة الدول المثقلة بالديون. وزير المالية السوداني قال إن الخطوة تؤهل بلاده لمنح وقروض دولية ميسرة. إعفاء الديون أمر كبير، نحن نتكلم عن ما يصل إلى 50 مليار دولار، والخطوة دي ما وصل لها الناس بسهولة، ومفتكر أنه النتائج اللي بترتب عليها أنه أبواب المال في العالم كلها الآن تتفتح، أبواب الاستثمار لصالح السودان تتفتح. السودان المثقل بنحو 60 مليار دولار والمثخن بأوضاع اقتصادية صعبة على موعد مع تسهيلات مالية واستثمارات كما يرى محللون، لكن الأمر برمته سيستغرق بعض الوقت. لا نستطيع أن نقول أن مجرد إعفاء الديون أو مجرد عودة السودان إلى الأسرة الدولية معناها أن الضائقة المعيشية والاقتصادية سوف تنتهي غدا. مؤكد هناك كثير من العمل الذي يجب أن تقوم به الحكومة الانتقالية، لابد أن تعمل على إصلاحات هيكلية وجذرية في الاقتصاد، لابد أن تحارب الفساد. الشارع انقسم بين ارتياح بالغ لأنباء إعفاء الديون وبين مستعجل لنتائج يراها بعيدة. يقول مسؤولون إن المعالجات الجذرية لتشوهات الاقتصاد وإن كانت مؤلمة إلا أنها تضع السودان على سكة جديدة. خالد عويس، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.